ديت احنا هنبدأ نتكلم عن احد الاجزاء بتاعت البلانت فيسيولوجي، الفيسيولوجي بتاع النبات، الا وهو شابتر مهم جدا جدا، الانزيمز. الانزيمات من الحاجات المهمة جدا في الامتحان، بيجي عليها درجات كتير كذلك. طيب نبدأ، ايه اللي ممكن ناخده في الشابتر بتاع الانزيمز، او محتاجين نطلع بايه؟ الشابتر ده من الشباتر الكبيرة زي ما قلت والمهمة في الامتحان. خلال الفيديو ده هنبدأ نتكلم يعني ايه انزيمات، ايه هو تعريف الانزيمات، ايه السبب او الانزيمات بتتسمى ازاي. نبدأ ندرس الجنرال كاركترز الانزيمات والنيتشر والميكانيزم بتاع شغل الانزيم. بعد كده في الفيديوهات القادمة ان شاء الله هنبدأ ندرس الكلاسيفيكيشن بتاع الانزيمز. طيب اول حاجة عاوزين نعرفها تعريف الانزيم، او الانزيم ده عبارة عن ايه. الانزيمات دي زي ما انتوا خدتوا في اعدادي وثانوي ان هي عوامل محفزة، اللي هي كاتاليستيك او كاتاليتيك ايجنت. الانزيمات كذلك، هل هي مادة كربوهيدراتية ولا بروتين ولا ليبيد دهون؟ الانزيمات عبارة عن بروتين النيتشر، دي معلومة احنا كذلك عارفينها. فاحنا عارفين معلومات قديمة ان الانزيمات عوامل محفزة. يعني ايه عوامل محفزة؟ بتزود من سرعة التفاعل الكيميائي، بتدخل التفاعل الكيميائي وبتخرج من التفاعل الكيميائي بدون ما تتغير، فهي كل اللي عملته سبيد اب الرياكشن، سرعت الريت بتاع التفاعل الكيميائي بدون ما تأثر على التفاعل نفسه. طيب تعالى نبدأ. أول حاجة أنا لسه قايل إن الطبيعة عبارة عن طبيعة بروتينية، فالإنزيمات النيتشر بتاعتها بروتين النيتشر. أيا كان بقى البروتين ده، هو عبارة عن بروتين فقط سيمبل بروتين ولا بروتين مرتبط بحاجة تانية، يعني كونجيوجيت بروتين. فلما نيجي ناخد النيتشر بتاع الإنزيم في التقسيمة بتاعته، بقسم الإنزيمات لسيمبل بروتين، هي عبارة عن بروتين أونلي أو مجموعة من الأمينو أسيد، أو التقسيمة التانية كونجيوجيت بروتين، اللي هو عبارة عن بروتين بارت مرتبط أو متحد مع نان بروتين. فديت أول معلومة. المعلومة اللي بعد كده، أول حاجة احنا قلنا الإنزيمز تعريفها بروتين ذات تشينج ذا ريت أوف كيميكال رياكشن، بتغير الريت، المعدل بتاع التفاعل الكيميائي، بتسرع التفاعل الكيميائي. بط doesn't affect the nature of the final product، ملهاش دعوة بطبيعة الناتج، هي كل اللي بتعمله بتدخل التفاعل تسرع التفاعل الكيميائي وتطلع زي ما هي، وما تأثرش على الفاينل برودكت. فلسه قايلين اللي هي كاتاليستيك او كاتاليتيك ايجنت، عوامل محفزة، هي عبارة عن بروتين في النيتشر بتاعتها اكسلريت الكيميكال رياكشن، هياها انكريز الريت اوف كيميكال رياكشن، كلها نفس المصطلحات بدون ما تأثر على التفاعل الكيميائي. اللي احنا ملاحظينه ان لو انا عندي سبستريت، يعني ايه كلمة سبستريت؟ هي المادة اللي بيمسك او اللي الانزيم بيمسك فيها. الانزيم بيشتغل على مادة، المادة دي بسميها سبستريت. لو عندي سبستريت وعندي انزيم، الاتنين مع بعض يكونوا انزيم سبستريت كومبلكس. بعد كده التفاعل يتم، يطلع الانزيم زي ما هو ويطلع البرودكت من نواتج. اللي احنا ملاحظينه ان السبستريت المادة بتاعت التفاعل طلعت كبرودكت كناتج، والانزيم دخل وطلع من التفاعل بدون ما يغير اي حاجة فيه، يعني هيطلع ويدخل زي ما هو. ده بالنسبة لاول معلومة. التسمية، النومنكلتشر، التسمية بتاعت الانزيمات، ممكن اضيف مقطع A-S-E للمادة سبستريت. وليكن انا عندي سبستريت، المادة اللي بيشتغل عليها الانزيم اسمها المالتوز. المالتوز ده هو، فالانزيم بتاعه اضيف ايز للسبستريت فسميه مالتيز. انا عندي انزيم اسمه مالتيز او سقاريز او لاكتيز، هيعمل هيدروليسيز لسبستريت. لو هو مالتيز هيشتغل على المالتوز، لو هو سقاريز هيشتغل على السقاروز، لو هو لاكتيز هيشتغل على اللاكتوز، وهكذا. في بعض الانزيمات التانية بيكون ليها اسماء زي الدايجستيف انزيم، بتاخد اسماء زي البيبسين والتريبسين، اللي هو الانزيمات الهاضمة في المعدة اللي بتفرز في صورة غير نشطة وبعد كده تتنشط. المعلومة اللي بعد كده، زي ما احنا شايفين ادي انزيم وده السبستريت. الانزيم بيبقى عنده اكتيف سايت، ده الاكتيف سايت. ايه هو تعريف الاكتيف سايت؟ هو السايت او المكان اللي موجود على الانزيم اللي فيه السبستريت انكوربوريتد، او اللي فيه السبستريت بتدخل من خلاله. ايه هو تعريف السبستريت؟ هو المادة اللي بيشتغل عليها الانزيم، او هو المادة اللي بتتكسر بواسطة الانزيم عشان في النهاية تطلع كبرودكت. انا عندي انزيم مع سبستريت يكون انزيم سبستريت كومبلكس، بعد كده الانزيم يطلع زي ما هو، لو ملاحظ ده دخل ده طلع ذا سيم، ويطلع البرودكت. لو عاوز تفهم ليه الانزيم ليه القدرة ان السبستريت يرتبط بيه، او ليه السبستريت بيقدر ينتر اكت مع السيرفيس بتاع الانزيم عن طريق الاكتيف سايت،
احنا لسه قايلين ان الانزيمات عباره عن بروتينات، والبروتينات ليها طبيعه غرويه كولويد ان نيتشر. وانت خدت في الشابتر بتاع الكولويد الغرويات ان لها وظيفه الادزوربتيف باور. فالانزيم هي عباره عن بروتين، والبروتين كولويد ان نيتشر للادزوربتيف باور، فيقدر ياخد انتر اكت السبستريت على سطح. بعد كده الانزيم مع السبستريت يكون انزيم سبستريت كومبلكس. الكومبلكس ده هو بيقلل من طاقه التنشيط اللي محتاجها التفاعل، فطاقة التنشيط لما يقل التفاعل يتم بسرعة وفي وقت قصير، وبالتالي فكان وظيفة الإنزيم إن هو سرع التفاعل الكيميائي. How enzyme work برضو ده الشكل كده علشان تفهم منه. طب لاحظ شوف الإنزيم شكله عامل إزاي، وده السبستريت. الإنزيم يبدأ يدخل السبستريت، تدخل في الأكتيف سايت يكون إنزيم سبستريت كومبلكس. النهاية الإنزيم سبستريت كومبلكس التفاعل يتم، يطلع الإنزيم زي ما هو، زي ما أنت ملاحظ الشكل ده أهو، تيبيكال هو الشكل ده. والسبستريت بقى نواتج، طلع نواتج التفاعل الكيميائي. الفكره نفسها ان الانزيم لما يمسك في سبستريت هيقلل طاقه التنشيط عن طريق تكوين انزيم سبستريت كومبلكس. طاقه التنشيط ديت لما تقل التفاعل هيتم بسرعه، وده شغل الانزيم ككاتاليتيك ايجنت، كعامل محفز يزود من سرعه التفاعل الكيميائي بدون ما ياثر على النيتشر الطبيعه بتاعت البرودكت. الانزيمات ديت افكتيف، فعاله قوي، زي ما انا قلت لسه في السلايدز اللي قبلها الوظيفه بتاعت الانزيمات بتعمل ايه، فهي افكتيف ايفن في سمول اماونت، حتى لو هي كميتها كبيره. ليه هي افكتيف؟ زي ما انا قلت في السلايدز اللي فاتت، عشان هي كاتاليتيك ايجنت، بتزود من سرعه التفاعل الكيميائي، اكسلريتد ريت اوف كيميكال رياكشن. افكتيف علشان ما بتاثرش على التفاعل نفسه، بتدخل التفاعل وتخرج زي ما هي، يعني ان تشينج. ده بالنسبه للافكاسي. الانزيمات لها وظيفه السبيسيفيستي، او لها خاصيه اسمها السبيسيفيستي، التخصص. الانزيمات متخصصه في شغلها او في عملها. يعني ايه الكلام ده؟ ان مش كل الانزيمات بتشتغل على كل السبستريت، ممكن يكون في انزيم معين يشتغل على سبستريت معين، ده اسمه ابسوليوت سبيسيفيست. ابسوليوت يعني مطلق، هو انزيم واحد يشتغل على ماده واحده. بيقول لك زي ما شبه الانزيم والسبستريت زي العلاقه الريليشن بتوين الكي اند لوك، عارف القفل والمفتاح؟ هل اي مفتاح بيفتح اي قفل؟ لا طبعا، كل قفل ليه مفتاح. ففي الابسوليوت سبيسيفيستي كل سبستريت لها الانزيم الخاص بيها. في انواع تانية من السبيسيفيست انا حاطط لك لها امثله، زي البوند سبيسيفيستي في التخصص عن طريق البوند، ان كل سبستريت اللي مشتركه في بوند واحده ممكن يشتغل عليها نفس الانزيم. يعني في مواد بترتبط مع بعضها ببتايد بوند، فكل المواد اللي بترتبط ببتايد بوند ممكن اكسرها بانزيم اسمه بيبتايديز، البيبتايديز يكسر البوند فاشتغل عليه. او في جروب سبيسيفيستي، وانا حاطط لك لهم امثله مش عليهم. انا عاوز في السبيسيفيستي الثلاث انواع ككلمات، ابسوليوت زي ما مكتوب عندك، وجروب سبيسيفيستي، وبوند. طيب تعال نبص كده على الكاركترز. اول حاجه احنا لسه قايلين في اول الشابتر ان الانزيمات بروتين ان نيتشر، والبروتينات ديت بتتاثر او بتتغير بالبي اتش والتمبريتشر. لو انا رفعت درجه الحراره بتاعت البروتين ده، البروتين ده هيبوظ، هيحصل له دي ناتيوريشن، طبيعته هتتغير. فطالما الانزيم بروتين فاكيد الانزيم هيتاثر بالبي اتش والتمبريتشر، وبالتالي لازم الانزيمات نيد فيري نارو رينج من التمبريتشر والبي اتش، ودي احد الخصائص اللي احنا هناخدها بعد كده. فليه الانزيمات بتحتاج لنارو بي اتش وتمبريتشر؟ عشان هي طبيعتها طبيعه بروتينيه، والطبيعه البروتينيه بتتاثر بالتغيرات في البي اتش ودرجه الحراره. لسه قايلين ان الانزيمات افكتيف حتى لو هي بكميات قليله جدا. الافيكاسي ده بيدخل ان تشينج، بيدخل ويخرج بدون ما يتغير، يعني يوجوالي ان تشينج ان ذا رياكشن. بارتيسيبيت يعني بيشارك في الاكتيفيشن، تنشيط التفاعل الكيميائي، وبيزود سرعته، وبعد كده بيخرج ان تشينج زي ما دخل زي ما خرج. فهو سبيد اب الرياكشن زي ما قلت، كلهم نفس الالفاظ هتلاقيه كاتب لك في السلايد الاولانيه، اكسلريت ريت اوف كيميكال رياكشن، تشينج ريت اوف كيميكال رياكشن، سبيد اب الكيميكال رياكشن، كله نفس اللفظ. السبيسيفيك انزير ابيليتي الشغل بتاعها السبيسيفيك، والسبيسيفيستي ديت منها انواع جروب او بوند او ابسوليوت، جات لهم السنه اللي قبل اللي فاتت في اكمل. السنسز بتاع الانزيم كونتينوس بروسيس ان افري لايفنج اورجانيزم، اي كائن حي تصنيع الانزيمات فيه عمليه مستمره، لان الانزيم عباره عن بروتين، والكائن الحي يقدر يصنع بروتينات بسهوله خالص عن طريق ان هو الانزيم فيه جين على الدي ان ايه، ببدا اعمل له ترانسكريبشن يطلع ام ار ان ايه، يبدا يطلع السيتوبلازم يترجم يطلع بروتين، والبروتين ده هو بيتحول للانزيم اللي انا عاوزه بالوظيفه بتاعته. والانزيمات زي ما ناخد بعدين بتتاثر بالانهبيتور المثبطات او الاستيميوليتورز المنشطات اللي هتبدا تحفز التفاعل الكيميائي.
حكايه السبيسيفيستي ديت للتوضيح فقط، مش عليك الكلام ده. البوند سبيسيفيستي، انا عندي امينو اسيد مع امينو اسيد يرتبطوا ببيبتايد بوند، عندي امينو اسيد مع امينو اسيد يرتبطوا ببيبتايد بوند، فممكن اجيب انزيم اللي هو انزيم البيبتايديز، والبيبتايديز انزيم يبدا يكسر السبيسيفيك بوند. فنوع التخصص هنا بوند سبيسيفيستي. عندك الجروب سبيسيفيستي، مجموعه جروب، انا عندي مجموعه من الامينو اسيد اهي مرتبطه، بيبقى في احد النهايه ان اتش 2 جروب ان تيرمينال، واحد النهايه الثانيه سي او اتش جروب اللي هي سي تيرمينال. ففي مجموعه من الانزيمات اسمها امينو بيبتايديز تكسر او تقطع عند الان تيرمينال دي، في انزيمات اسمها كاربوكسي بيبتايديز تقطع عند السي تيرمينال بتاعت السي او اتش النهايه دي. ده للتوضيح فقط للفهم كذلك. طيب الابسوليوت زي ما انا قلت ديت زي نظريه القفل والمفتاح، كل سبستريت ليه الانزيم بتاعه، زي ماده اليوريا، اليوريا ديت ما ينفعش يشتغل عليها غير انزيم اسمه اليوريز علشان يبدا يحولها لامونيا، وده كذلك للتوضيح فقط. طيب السبستريت، ايه هو تعريف السبستريت؟ سبستانس اكتد ابون باي انزيم. السبستانس هي الماده اللي بيشتغل عليها الانزيم، او هي الماده اللي بتتكسر عن طريق الانزيم. زي ما احنا شايفين ده الانزيم، الانزيم بيبقى عنده اكتف سايت، ولازم الاكتف سايت يكون كو ادابتد، لازم يكون ملائم للسبستريت علشان الجزء ده هو يدخل مع الجزء ده هو ويبدا يحصل فيت. ودي زي نظريه، زي لو انا قلت ان القفل والمفتاح، برضه القفل والمفتاح لازم الاثنين يدخلوا في بعض علشان يبدا يشتغل. طيب الانزيمات موجوده فين؟ الانزيمات موجوده في every living organism، في كل الكائنات الحيه الانزيمات وبتصنع باستمرار. ممكن الانزيمات دي تكون موجوده في السيل وول، ممكن الانزيمات دي تكون في البلازما ميمبرين، ممكن الانزيمات دي تكون في السيتوبلازما او البروتوبلازما بتاع الخليه، ممكن الانزيمات دي تكون موجوده في النواه في النيوكليس، ممكن يكون في انزيمات موجوده في الكلوروبلاست او في الفاكيول الفجوه العصاريه، او ممكن تكون الانزيمات موجوده في الميتوكوندريا. فالانزيمات موجوده في اماكن كتير، وكل مكان في انواع من الانزيمات علشان تقوم بوظيفه معينه. لو بصينا الانزيمات موجوده في every living cells، في البلانت سيل اغلبها بيبقى موجود في البروتوبلازم، طيب بعضها ممكن يكون موجود في الفاكيول او السيل وول. ايه الانزيمات اللي ممكن تكون موجوده في السيتوبلازم؟ زي الدي هيدروجينيز انزيم، السيل وول زي البيروكسيديز، البيروكسيديز دوت بيمنع البروتكت فروم الفري راديكالز اللي هي المواد اللي ممكن تضر السيل وول او تكسر. النواه طبعا فيها انزيمات زي الدي ان ايز والار ان ايز، الكلوروبلاست طبعا فيه انزيمات الفوتوسينثيز البناء الضوئي، الميتوكوندريا فيها انزيمات الريسبيريشن التنفس الخلوي والحرق بتاع الشجر. زي ما انا قلت في اول الشابتر برضو ان النيتشر طبيعه الانزيم، ده خط على فكره يعني مكتوبه بخط حلو النيتشر. النيتشر عباره عن بروتين، والبروتين انا قلت لك ان هو سيمبل او كونجوجيت. كونجوجيت ده هو عباره عن بروتين بارت ونان بروتين بارت. البروتين بارت اسمه ابو انزيم، والنان بروتين بارت اسمه كو فاكتور. لو بصينا الدايجرام ده حلو، النيتشر اوف الانزيمز، النيتشر اوف الانزيم عباره عن بروتين. البروتين ده ممكن يكون سيمبل ابسوليوت بروتين، يعني يتكون فقط من امينو اسيدز زي الاميليز. كونجيوجيتد بروتين، يعني فيه بروتين بارت ونان بروتين بارت. البروتين بارت كولد ابو انزيم، النان بروتين بارت يمسك في البروتين بارت. النان بروتين بارت اسمه كو فاكتور، والكو فاكتور يكون ممكن يكون ماده ان اورجانيك او ماده اورجانيك. لو الكو فاكتور ماده اورجانيك اسميه بروسيسيتيك جروب او كو انزيم. البروسيسيتيك جروب ثيرمالي اتاتشد، يمسك بقوه في الابو انزيم. الكو انزيم يمسك ماسكة ضعيفة اللوزلي اتاتشد للبروتين بارت اللي هو الابو انزيم. لما اقول لك في الامتحان في الام سي كيو تعريف الكو انزيم ايه؟ الكو انزيم اطلع كده هو الاورجانيك نان بروتين بارت ذات از لوزلي اتاتشد تو البروتين بارت اللي هو الابو انزيم. من الدايجرام تحفظ التعريف. ايه هو تعريف البروسيسيتيك جروب؟ البروسيسيتيك جروب هي اورجانيك نان بروتين بارت اوف الانزيم which is firmly attached to the protein part اللي هو الانزيم. فانت بتاخد التعريف على اللي فوق اللي عندك. ايه هو تعريف الكو فاكتور؟ هو النون بروتين بورشن اوف الكونجوجيتد بروتين اوف الانزيم. ايه تعريف الابو انزيم؟ هو البروتين بارت اوف الكونجوجيتد بروتين اوف الانزيم. لو بصينا بصوره مكتوبه طيب نعدي دي. زي ما انا قلت سيمبل ابسوليوت بروتين عباره عن فقط بروتين زي الامينو اسيد، زي البروتييز انزيمز البيبسين والتريبسين اللي بيكسروا بروتين في المعده، او الاميليز اللي بيبدا يكسر الستارش اللي هو النشا. كونجيوجيتد او كومبلكس انزيم تو بارت، البروتين بارت اسمه ابو انزيم، النان بروتين بارت اسمه كو فاكتور، وممكن يكون ان اورجانيك زي الميتاليك والميتال ايون والمغنيسيوم ده منشطات، او اورجانيك اللي هو كو انزيم وبروستاتيك جروب. ايه هو تعريف الكو انزيم؟ هو الاورجانيك نان بروتين بارت اوف الانزيم which is loosely attached to the protein part. اما البروستاتيك جروب فيرملي اتاتشد زي ما انا قلت. طيب الكلاسيفيكيشن بتاع البروستاتيك جروب والكو انزيم على حسب الفانكشن ممكن اقسمها لهيدروجين كارير او جروب كارير.
هيدروجين كارير يعني ايه؟ بتحمل هيدروجين، بيك تو هيدروجين من الدونر وتبدأ تديهم لأكسبتور زي الناد والناد بي والاف ام ان والفات، بتجيبهم في صح وغلط كتير في الامتحان، تقول لك الناد عبارة عن جروب كارير صح ولا غلط؟ غلط، الناد عبارة عن هيدروجين كارير الاف ام ان والفات وهكذا. جروب كارير زي الفوسفيت جروب بتنقل مجموعات فوسفيت في ال اي ام بي والاي دي بي والاي تي بي، او الاسيتايل جروب كارير اللي بتبدا تنقل مجموعه اسيتايل جروب. لو احنا بصينا نقول تاني النيتشر بتاع الانزيم سيمبل ابسوليوت بروتين او كونجيوجيتد بروتين. طيب تعريف الكو انزيم وتعريف البروسيسيت الجروب اللي احنا لسه قايلين، الكو انزيم نان بروتين اورجانيك فراجمنت او بارت لوزلي اتاتش. فالتعريفين ده هم الجدول ده كله او السلايد دي كلها الكلمه المميزه فيهم هي كلمه واحده، ايه هي؟ لوزلي وفيرمين. الكو انزيم لوزلي اتاتشد للبروتين بارت، والبروسيسيت الجروب فيرميني اتاتشد تو البروتين بارت. طيب الكاريرز زي ما احنا قلنا هيدروجين كارير زي الناد والناد بي والفاد والاف ام ان، دول بستخدمهم في تفاعلات الاكسده والاختزال والتخمر والتنفس الهوائي واللاحوي. في الهيدروجين كارير انا باخد اثنين، بنزع اثنين هيدروجين اتوم واشيلهم على الكارير وابدا انقلهم فروم الهيدروجين دونر تو هيدروجين اكسبتور مستقبل للهيدروجين. الجروب كاريرز بييجوا برضو كصح وغلط، عند الفوسفيت جروب بتنقل مجموعه فوسفيت زي الاي ام بي والاي دي بي والاي تي بي، اسيتايل جروب كارير بينقل مجموعه اسيتايل جروب وورد الاسيتايل كو انزيم از دونر اوف الاسيتايل جروب. ده بالنسبه للحته دي. النيتشر بتاع الانزيم اكشن الطبيعه بتاع شغل الانزيم. الانزيمات كاتاليتيك اكتيفيتي، الكاتاليتيك اكتيفيتي او النشاط التحفيزي للانزيمات يعتمد على وجود النمبر اوف سبوتس او الاكتيف سايت. الحاجة التانية معنى كده ان شغل الانزيم يعتمد على الاكتيف سايت وليس المولوكيولار ويت، عشان لو جات لك صح وغلط. فالانزيمات الكاتاليتيك اكتيفيتي يعتمد على النمبر اوف سبوتس او الاكتيف سنتر او سبوتس، ولا يعتمد بالدرجة الكافية على المولوكيولار ويت. ادالك مثال قال لك تريبسين، برغم ان انزيم التريبسين المولوكيولار ويت بتاعه 134,000 الا انه عنده 1 اكتيف سنتر. فالفكرة نفسها في النشاط تعتمد على الاكتيف سنتر وليس على المولوكيولار ويت. ايه هو تعريف الاكتيف سايت؟ هو السايت او اللوكيشن، المكان اللي موجود على الانزيم اللي فيه السبستريت انكوربوريتد، اللي فيه السبستريت بيمسك فيها زي ما احنا قلنا. طيب عندي تعريف من التعريفات المهمه جدا جدا، تيرن اوفر نمبر. تيرن اوفر نمبر هو النمبر اوف المولز بتاعت السبستريت، عدد المولات من السبستريت اللي بتبدا تتحول بمول واحد من الانزيم بير مينت. طيب معنى كده في علاقه او في ريليشن بين الاكتيفيتي بتاع الانزيم والتيرن اوفر نمبر. كل ما يزيد التيرن اوفر نمبر كل ما الاكتيفيتي بتاع الانزيم يزيد. ممكن يجيب لك في الامتحان جدول كده ويقول لك في انزيم التيرن اوفر نمبر بتاعه 10، في انزيم التيرن اوفر نمبر بتاعه 100، في انزيم التيرن اوفر نمبر بتاعه 1000. النشاط التحفيزي بتاع كل واحد من الاكبر، كل ما يزيد التيرن اوفر نمبر كل ما يزيد النشاط التحفيزي والكاتاليتيك اكتيفيتي. فالتعريف ده من التعريفات المهمه، عدد المولات بتاعه السبستريت اللي بتتحول بمول واحد من انزيم بير مينت اللي هو خلال دقيقه. كذلك الانزيم عشان يشتغل لازم الانزيم علشان التفاعل يتم لازم اعمل انكوربوريشن للسبستريت مع الانزيم عشان يكون انزيم سبستريت كومبلكس، بعد كده يبدا يكون الانزيم والبرودكت. زي ما احنا شايفين هنا ان وزاوه الانزيم التفاعل تم في صوره طويله، اما في وجود الانزيم هيتكون كومبلكس في النص فهيبدا هياخد وقت قليل والتفاعل هيبدا يكون سريع. طيب ديت اللي احنا قلناه في نظريه القفل والمفتاح، ان كل انزيم يبدا يشتغل على سبيسيفيك سبستريت. طيب الاكتيفيشن انرجي برضو من الحاجات المهمه في الامتحان، ايه هي طاقه الترشيد او الاكتيفيشن انرجي اوف الرياكشن؟ ديت الانرجي او ديت الطاقه اللي بتحتاجها المولكيولز جزيئات المتفاعل قبل ما تبدا التفاعل علشان تقلل طاقه الترشيد اوف البرودكت. يعني ايه الكلام ده؟ ذا انرجي ويتش مولكيول اوف الرياكتر، الطاقه اللي بتحتاجها جزيئات المتفاعلات بيفور ذا كان رياكتر قبل ما تبدا التفاعل وتقلل الانرجي بتاعت البرودكت. هنفهم الكلام ده في السلايد اللي بعدها. طيب ازاي اصلا الانزيم بيقلل الاكتيفيشن انرجي؟ الفكره نفسها ان الانزيم لما بيتحد مع سبستريت بيكون انزيم سبستريت كومبلكس، فالكومبلكس الجديد ده هو بيحتاج طاقه ترشيد اقل من اللي كان هيحتاجها السبستريت لوحده. اقرا كده الفورميشن اوف الكومبلكس سبستريت والانزيم، هيكون نيو كومبلكس اسمه انزيم سبستريت كومبلكس. الانرجي اوف اكتيفيشن بتاعته لوور ذان اقل من الاكتيفيشن انرجي اوف السبستريت لوحده. نفهم اكتر الموضوع ده. تخيل ان انا عندي سلم اهو. طيب لو انا عندي متفاعل هنا، علشان المتفاعل ده اهو عاوز يبدا عاوز اطلعه هنا محتاج طاقه تنشيط كبيره، هيبدا يطلع السلم واحده واحده لغايه ما يوصل لطاقه التنشيط، حصل على طاقه التنشيط بعد كده التفاعل يتم. ده في عدم وجود الانزيم. الانزيم بقى لو في وجود الانزيم
عارف زي لما تكون طالع على السلالم بتاخد وقت، اما لو طلعت في الاسانسير هتطلع بسرعه. فالفكره نفسها ان الطاقه اللي انت محتاجها علشان تطلع على السلم هتبقى اكتر من الطاقه اللي انت ممكن تحتاجها لو انت طالع في الاسانسير. هي نفس الفكره، الانزيم علشان يشتغل بدون السبستريت، علشان يشتغل بدون انزيم فمحتاج طاقه تنشيط عاليه. طب لو هيشتغل في وجود انزيم هيتكون كومبلكس، فبالتالي طاقه التنشيط الجديده هتكون اقل من اللي كان محتاجها السبستريت لوحده. اتمنى تكون وصلت. لو بصينا هنا شوف النورمال في الطبيعي بدون انزيم التفاعل، ادي دي المتفاعلات ودي البرودكت. علشان التفاعل يبدا يتم ويحصل فبيبقى كان محتاج اول هاي انرجي بارير، فالموضوع هياخد وقت طويل. طيب ايه اللي حصل لما في وجود الانزيم؟ الانزيم طالما موجود هيقلل الانرجي بارير، لو انرجي بارير، هيقلل طاقه التنشيط اللي محتاجها التفاعل، وبالتالي التفاعل هيتم بسرعه. فهنا التفاعل بدون الانزيم تم في سلو ريت، في معدل بطيء، علشان كانت طاقه التنشيط عاليه قوي. اما هنا التفاعل تم بصوره فاست ريت علشان الانزيم هيقلل، هيعمل انزيم سبستريت كومبلكس فيقلل الاكتيفيشن انرجي فيقلل طاقه التنشيط فالتفاعل هيتم بسرعه. لو بصيت هنا كذلك الانرجي اوف الرياكتنت في عدم وجود الانزيم وفي وجود الانزيم. طيب في عدم وجود الانزيم تفتكر مين اللي في عدم وجود الانزيم، الاحمر ولا الازرق؟ الاحمر ده بص طاقه التنشيط الانرجي كانت عاليه قوي، احتاج بدون انزيم طاقه تنشيط عاليه قوي علشان التفاعل يتم ويبدا يطلع البرودكت. طيب لما بدات استخدم انزيم شوف طاقه التنشيط بقت اقل، مسافه قد ايه طاقه التنشيط بقت اقل، لور اكتيفيشن انرجي والتفاعل تم. فهنا المسافه دي كلها الاحمر ده هو من هنا الاحمر ده كده، ده الاكتيفيشن وزود انزيم كبيره. طب بص كده بالانزيم الاكتيفيشن ويز الانزيم، فبالتالي الانزيم هيقلل طاقه التنشيط عن طريق تكوين الكومبلكس، والكومبلكس بيحتاج لاكتيفيشن انرجي اقل من اللي كان بيحتاجها السبستريت لوحده. والدايجرام ده مهم برضه وعليك. نفس الصوره بس بصوره اوضح كذلك، الرياكتنت شوف الاحمر ده اهو وزود الانزيم يحتاج لطاقه تنشيط عاليه علشان يحصل البرودكت. طيب في وجود الانزيم طاقه التنشيط اللي احتاجها كانت قليله فالتفاعل بقى سريع وتم بسرعه. وده نهايه الجزء الاولاني من الانزيمات، اتمنى يكون يتفهم ان شاء الله.